سلمى. سلمى سلمى لبس عليك. الحمد لله. تمام. كتبكي؟ لا زعما خسارة فيا نبكي. توحشت. علاش ما كتجيش تزورينا هنا في الصالون؟ انا توحشتكم والله. غير شويه ديال الخدمه وصافي. راك عارفه جات معايا مظاهره، الله يعاوننا في شي حاجه. امين يا رب. وجبت لك معايا الكاطو، عارفه كيعجبك. ربي يخليك. هذه ماشي الوقت الحلوه. يلا اجي عاونينا شي شويه. غنمشي نعاونها شويه في الفيستير. شكرا يا سلمى. انا عندي بيبي. داكشي كيف كرني في المره الاولى ديالي في الصالون. كرهتكم. تقول طايحه في قادوس مصدي. ما غاديره هكاك. دير سوق راسك. كاينش باش نعاونوك اختي. ياك ما خاصك شي بروشينغ. تقطع الوز لو فينيكس. ندير لك شامبون ولا غاسله؟ كان يقدر يدوز عليك كتر من هكاك. سوليني انا. مهم دابا اللي فات مات. ديريش في بالك. تخبرك انا فرحانه حيت شفت المظاهره. سلمى راه كنشوف داك الشيء في التلفازه. صديتي نحاول نمشي نخرج لعندهم. خدام اليوم كيسحب لي غادي يطيح. والله الا كنت باغي ناخذ هذا النهار غنرتاح فيه شويه. وعلاش ما خديتيش بالسلامه؟ انت فين غناخذو؟ فين القيد؟ يلا عيط لينا دابا. كاين اللي كاين شي معمولي، كاين شي افراغ في الدرب وخصنا كلنا نكونوا تما. الله يحفظه. صافي. افراغ في الدرب؟ المحل اللي فيه الصالون. الورثه الداعه وخاص مولات الصالون تخوي لهم المحل. صالون 70 صالون في الدرب. سير عندنا واحد الله يهديك. هاويلي ياك ما كتهضر على صالون مدام بن زاكور. هو هذاك في خبارك؟ هذاك النهار تزوجنا. وفي خبارك؟ عقل بفين تصوي شعرك. هذا داك السيده راه دارت فايت، خسرات فلوسها كلها في الاتعاب ديال الدعوه، ودابا خصها تخرج تخوي الناس محالهم. وهذاك السيده راه كنعرفها، راه تبارك الله قاريه وفاهمه، ولكن الا قصحت راسها وما بغاش تخرج ديك الساعه غنكونوا موجودين. يلا غنخليك دابا. يلا البطل، انا علمت القايد والبوليس كرام وصله. القايد والبوليس جليل، ما بانش لك مشيتي بعيد. يلا يتخلعوا شويه وهنيونا. ما عرفتش. نو ما عرفتش. شنو عاوتاني؟ ما عرفتش هادشي اللي دخلنا فيه حتى القيد وهاد البوليس وهاد هادشي كامل. ما عرفتش تبدلتي عليا انت جليل، وتبدلت انا على راسي. ما بقيناش عمر وجليل ديال شحال هادي. مشى النضال، مشى المبادئ، مشاو الافكار، مشى كاع داكشي اللي كنا غن. عمو عنينا الفلوس صاحبي، ودخلنا لهاد لافير بحال شي جوج ديال الكزران طايحين شي بقره وكيصلخوا فيها. ثقه صاحبي، راه عندك حكم ديال المحكمه. خذ ملكك وديك الساعه دير فيه ما بغيتي. صدقوا عطيه للجمعيات وبحال هكا غنكونوا ما خرجناش على مبادئنا. غير الوسيله اللي تبدلات صافي. هادشي اللي كيبان لك انت خويا عمر، واش عمري كذبت عليك؟ لا تيق بيا. واخا ويلا نحيدوا علينا هادشي.
بناء على الحكم 215 الصادر على المحكمة الإدارية وكتنفيذ بإغلاق صالون شهرزاد، نأمركم بإخلاء المكان. سميت هاد الناس كاملين كنقول لكم هاد الصالون راه ماشي ديال مدام نزكر بوحدها، هاد الصالون راه ديالنا كاملين، كليان وحتى الناس اللي خدامين فيه، وحنا راه ما غنمشيوش، راه ما غنتحركوش من هنا. هاد الصالون راه فيه تاريخنا كاملين، ولا مشيتو حتى سديتو راه تقطعوا الرزق ديال العائلات كاملين. هادو راهم معولين على يخزيت، باينه ما غنساليوش اليوم. ها المعقول غيتبدا. يلا قولي هذيك السيده اللي تما واش مرات خديجه؟ وراه مراتي وماشي هذيك اللي شاده لها في يدها. شكون وراه مراتك؟ يلا سيدي طلقونا حيدوا عنا هاد الجوقه هادي. واش متاكد راه كاينين غير العيالات؟ راه عنده الحق، راه كاينه العيالات. واش بغيتيني نديرو ليهم؟ مشيو عندهم نقول لهم يصبغوا لنا طفرانا؟ يلا اخويا طلقونا حيدوا علينا هاد الشيء هذا. يلا سيدي راه وجدوا راسكم. يلا عمر، عمر فين غادي؟ شكون يقولها؟ عشرين عام وزايد وانا هنا، فقدت هاد المكان وعاود كسبتو في دقيقة. اياه في دقيقة واحدة يمكن كل شي يتبدل ويتصالحوا القلوب. إذن انا مازال هنا ومعايا سناء اللي بقات واقفة معايا، ماريا شجاعتها، أمل والجرأة ديالها، وسلمى الحنينة، إيواوا أنا صغيتة وليلى، بعلم الله طريق شنو غادي تجيب. شهرزاد الملكة وحيدة تبغي شعاع الدواليدة، تحمق على فارس شجاع يوصل لديارها البارد.